القبض على المتهمين بقتل منسق مكتب برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي في تعز. اللواء عيدروس الزبيدي يشدد على سرعة توفير حلول عاجلة لانتشال وضع كهرباء العاصمة عدن. مستشفيات صنعاء في انهيار شبه كامل وتفشي الحميات نتيجة منع ميليشيات الحوثي للقاحات. أهلا بكم. أعلن الناطق الرسمي باسم شرطة محافظة تعز المقدم أسامة الشرعبي عن ضبط الأجهزة الأمنية للمتهمين الرئيسيين باغتيال منسق مكتب برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي. وأوضح الشرعبي أنه تم ضبط المتهمين بالإضافة إلى 10 أشخاص آخرين متهمين بشراكتهم مع العصابة الإجرامية التي ينتمي إليها المنفذين، مؤكدا أن الحملة الأمنية متواصلة في مدينة التربة لملاحقة كافة العناصر الإرهابية، وتتم بتوجيهات من القيادة الأمنية وبإشراف من رئيس مجلس القيادة الرئاسي. يبقى معنا عبر الهاتف من تعز الناطق الرسمي باسم شرطة محافظة تعز المقدم أسامة الشرعبي. مقدم أسامة، مرحبا بك معنا، وبداية ما تفاصيل إلقائكم القبض على المتهمين بقتل منسق مكتب برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي؟ مرحبا بكم، أسعد الله مساءكم بكل خير أخي العزيز. بداية نترحم على روح شهيد الإنسان مؤيد حميدي، وهي رسالة طمعنا نبعثها إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية وإلى المجتمع السعودي أن الأجهزة الأمنية قامت بواجبها، والسلطة المحررة كانت متقدرة المسؤولية تجاه هذه الحادثة الاستثنائية التي أصابت تعز في هذا المصاب الجلل. طبعا حسب الإجراءات التي اتخذتها أمس اللجنة الأمنية برئاسة الأخ محافظ المحافظة الدكتور مجيد حمدان والحملة الأمنية التي تحركت بقيادة الأخ مدير عام الشرطة العميد منصور الأكحلي، والإجراءات التي اتخذت من غرف العمليات ونشرت تفاصيلها يوم أمس، تمكنت الأجهزة الأمنية صباح اليوم أو ظهر اليوم تماما من ضبط المنفذين للعملية المغادرة، بالإضافة إلى ضبط أكثر من 10 الأعداد الآن بالازدياد. الحملة ما زالت مستمرة، هناك تمشيط كامل كافة البيوب والمناطق التي يعتقد أو يحتمل تواجد عناصر مطلوبة فيها. هناك إجراءات حازمة وجدية، وكما أسلفتم العملية لا تتم بإشراف مباشر من قبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي الذي يتصل بخط داخل مع غرفة العمليات المشتركة التي تشرف على العملية الميدانية من قبل الأخ معالي وزير الداخلية اللواء الرقم إبراهيم حيجان ومحافظ المحافظة يستلم من شمسان. هناك إجراءات تتم على الأرض ونجاحات ملموسة، وبإذن أن الحادثة هذه ستكون باب ومفتاح تصفية تعز ومدينة تربان من كل أوكار العصابات الإجرامية المخلة بالأمن والاستقرار. مقدم، بالنسبة للتحقيق مع المتهمين، هل هناك أي معلومات أولية حيث تفيد أن بمن يقف وراء تلك الجريمة الشنعاء؟ أخي العزيز، بالنسبة لهذه المتعارف عليه يعني أنه من الصعب أنه نختم هذا الموضوع حاليا. كل العناصر المضبوطة الآن تخضع للتحقيق من قبل لجنة متخصصة من المهنيين، لن نحقق الأحداث، ننتظر النتائج النهائية وسيتم توضيح هذا الأمر لاحقا إن شاء الله. طيب، ماذا بشأن الحملة الأمنية كما ذكرت في استمرارها؟ هل ستستمر إلى فترات قريبة أم أنها ستكون بشكل دائم حتى تحقق كامل الأهداف؟ الحملة الأمنية مستمرة حتى تحقيق أهدافها، حتى تصفية الجيوب وأوكار العصابة الإجرامية مدينة تربة ومحافظة تعز بشكل عام،
السلطه المحليه وقياده الانتقال المياه بمحافظه تعز عقدت العزم على وضع حد لهذا العبث ولهذه الجرائم ولهذه العصابات، وباذن الله ستتمكن من ذلك فتره سياسيه كما تمكنت من ضبط العناصر الاجراميه التي استهدفت. مقدم، هذه الحمله ستكون فقط في التربه ام في باقي مناطق محافظه تعز؟ الحمله الامنيه هي في اطار توجه عام، توجه امني عام اتخذته الاجهزه الامنيه على مستوى المحافظه. يعني قد تكمل مهامها هنا وتنتقل الى المدينه وتنتقل الى مدينه اخرى. هناك سلسله اجراءات وهناك خطه وضعت الحد من عبث هذه الحكومه الاجراميه ووضع حد لها. ستتمثل بحسب الاولويه وبحسب الخطه الموضوعه لها ان شاء الله. طيب، كيف يتعامل المواطن في تعز وفي التربه تحديدا مع هذه الحمله، وما رسالتكم للمواطنين حتى تنجح بشكل كامل؟ بالنسبه لابناء تعز وابناء مدينه التربه، نحن نقولها دائما، تعز انتصرت وقاومت وكثرت. مشروع لتنشئه السلاله الشمسيه البغيضه ومشروع الانقلاب على مؤسسه الدوله بهذه الحاضنه وبابناء تعز المتعاونين، وهي كذلك اليوم تنتصر بمكافحه وملاحقه خلايا الاجرام والعبث في الامن والاستقرار بتعاون ملموس وكبير و التفاف رائع جدا من قبل الحاضنه الشعبيه والمواطنين في محافظه تعز بإذن الله. نعم، انا اشكرك جزيل الشكر، الناطق الرسمي باسم شرطه محافظه تعز المقدم اسامه الشرعبي، شكرا لوجودك معنا في هذه النشره. هذا، ولاقت جريمة اغتيال منسق مكتب برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي في تعز إدانة واسعة في ظل اتصالات مجلس القيادة الرئاسي والأمم المتحدة ومتابعة الحكومة لكافة الإجراءات. في المحافظة التي تعاني الحصار ويفقد مواطنوها الأمن منذ 9 سنوات، وفي كل يوم تسجل جريمة جديدة، ولكن هذه المرة الضحية منسق مكتب برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي، والبالغ من العمر 50 عاما ويحمل الجنسية الأردنية. مسرح الجريمة وملابسات الحادث كانت في مطعم الشيباني وسط مدينة التربة في تعز، وبحسب المعلومات الأمنية المتوفرة فقد أطلق شخصان يستقلان دراجة نارية النار باتجاه الحميدي ليسقط قتيلا، فيما أصيب المواطن صالح الشحطري والذي كان برفقته. وأفادت التحقيقات الأمنية بأنه تم التوصل إلى تحديد هوية المتهمين في هذه الجريمة والتي لاقت إدانات واسعة. بعد ساعات قليلة من وقوع الجريمة، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة بتنفيذ الاعتداء المسلح أثناء اتصال مع محافظ تعز نبيل شمسان. وعلى وقع هذه الجريمة تحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وقدم العليمي خالص تعازيه للأمين العام للأمم المتحدة وكافة موظفي المنظمة الدولية بهذا الحادث الأليم، وقال إنه أدمى قلوب اليمنيين جميعا وعزز تضامنهم المطلق مع مجتمع العمل الإنساني في كل مكان، مجددا الالتزام بتأمين الأعمال الإنسانية وملاحقة الجناة الذين حددت الأجهزة الأمنية هوياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع. من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه البالغ للعمل الإرهابي الذي أودى بحياة الموظف الأممي، قائلا إنه سينقل تعاز العليمي إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة وعائلة الشهيد حميدي، مؤكدا أن هذا الحادث الإرهابي لن يؤثر على تدخلات الأمم المتحدة وبرامجها الإغاثية المقدمة للشعب اليمني في مختلف المجالات. أما عن عائلة المغدور مؤيد حميدي، فقد طالب شقيقه الأمم المتحدة والحكومة اليمنية وكافة الجهات إلى ملاحقة القتلة. أنا شقيق المرحوم مؤيد حميدي الذي اغتالته منظمة إجرامية إرهابية اليوم، وهو على رأس عمله الذي كان يعمل في الأمم المتحدة منظمة الإغاثة. ونحن، أنا أتكلم باسم العائلة، جميع عائلة الحميدي، بالكشف السريع عن قتلة أخي، وأطالب الحكومة اليمنية وأطالب منظمة الأمم المتحدة وأطالب خصيصا القبائل اليمنية الشريفة
بالعمل وبالسرعة الممكنة على القبض على هؤلاء القتلة المجرمين. رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك تابع مع قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية بمحافظة تعز إجراءات التحقيق بجريمة اغتيال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز، ووجه بسرعة قيام الحملة الأمنية بتعقب المجرمين واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضبطهم والتحقيق معهم لمعرفة دوافع ارتكاب هذه الجريمة المؤسفة. هذا واعتبر برنامج الغذاء العالمي أن مقتل أحد موظفيه يمثل مأساة عميقة، وقال البرنامج في بيان إن الموظف الأممي مؤيد حميدي هو أحد العاملين الإنسانيين المتفانيين في العمل، وكان قد وصل مؤخرا إلى اليمن لتولي منصبه الجديد رئيسا لمكتب برنامج الأغذية العالمي في محافظة تعز، وكان حميدي قد عمل لدى برنامج الأغذية العالمي لما يقارب من 18 عاما، منها مناصب سابقة في اليمن والسودان وسوريا والعراق. أما عن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة فهو يعمل وفق خطط وبرامج بهدف الوصول إلى 15 مليون يمني من الأشخاص الأكثر ضعفا بالمساعدات الغذائية الطارئة في عام 2023. شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية عيدروس الزبيدي على سرعة توفير حلول عاجلة لانتشال وضع الكهرباء في العاصمة عدن. وجه الزبيدي خلال ترأسه اجتماعا في عدن ضم محافظ عدن ووزير الكهرباء ونائب محافظ البنك المركزي ومدير البنك الأهلي بالبدء الفوري في تنفيذ آلية تعزيز القدرة التوليدية لمنظومة الكهرباء والاستفادة من كل الخبرات والإمكانات المتاحة، وأكد على الرفع بأي صعوبات قد تعترض سير عملهم للعمل على تسهيلها وحلها بما يضمن تحسين الخدمة واستقرارها في أسرع وقت ممكن. أفاد مراسلنا في أبين بإصابة 3 من أفراد القوات الجنوبية في وادي الخيالة بمديرية المحفد إثر تصديهم لهجوم إرهابي على بعض المواقع العسكرية التي يرابط فيها أفراد الحملة الأمنية لسهام الشرق. هذا وأكد قائد اللواء أول دعم وإسناد العميد نصر المشوشي أن العناصر الإرهابية قامت بالتسلل إلى بعض المواقع التي يرابط فيها أفراد القوات الجنوبية وشنت هجوما مباغت على تلك المواقع، إلا أن أفراد القوات الجنوبية تصدت لتلك العملية وكبدت عناصر التطرف والإرهاب خسائر فادحة أثناء هروبها. تفقد قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن طيار فائز التميمي بمعية قائد محور الغيضاء اللواء محسن مرصع تفقد معسكر لواء الشرطة العسكرية في زيارة تفقدية لوحدات المنطقة الثانية. وخلال الزيارة دشن اللواء التميمي المرحلة الثانية من العام التدريبي 2023، كما اطلع على سير عمل الأجهزة العسكرية ومستوى جاهزيتها لتنفيذ أي مهام عسكرية وجهودها المتواصلة في تثبيت الأمن والاستقرار، مشددا على أهمية الضبط والربط العسكري وتنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم لخدمة الوطن وحمايته. يشكو السكان في صنعاء ومناطق الانقلاب من تدهور الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية وعدم مقدرتهم على مداواة مرضاهم، كما تشهد مناطق سيطرة الميليشيات انتشارا كبيرا للحميات نتيجة منع الانقلابيين للقاحات بحجة أنها مؤامرة خارجية. في خضم التحذيرات الدولية من استمرار الانهيار المتزارع للقطاع الصحي وخروج أكثر من نصف مرافقه عن الخدمة في مناطق سيطرة الانقلاب، اتهم عاملون في قطاع الصحة ميليشيات الحوثي وقادتها بالاستيلاء على موارد هذا القطاع والسطو على المساعدات الإنسانية الدولية وتخصيص أغلب المستشفيات الحكومية لمصلحة جرحاها. السكان في صنعاء ومدن أخرى يكشفون عن عدم قدرتهم في زمن الانقلاب على مداواة مرضاهم، كما يشكون من الخدمات الصحية المتدهورة في المستشفيات الحكومية بمناطق سيطرة الميليشيات التي قالوا إنها تشهد تحسنا طفيفا في بعض المستشفيات الخاصة لكن أسعارها مرتفعة وتفوق قدرتهم المالية. في شأن متصل أفادت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بارتفاع أعداد المصابين بالحميات خلال الربع الأول من هذا العام نتيجة منع الميليشيات لحملات التطعيم الدورية وتحريض السكان على رفض تطعيم أطفالهم بحجة أنها مؤامرات غربية.
وكان أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية قد رصد نحو 24 ألف حالة إصابة بالحميات والفيروسات المرتبطة بضعف حملات التطعيم خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 13 ألف حالة حصبة ونحو 9000 حالة حمى الضنك، بالإضافة إلى 2000 حالة كوليرا مشتبه بها. ورجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير، وذلك بسبب شح خدمات الرعاية الصحية الأولية وتفشي الأمراض المرتبطة بانخفاض تغطية التطعيم. ويصب انهيار القطاع الصحي في وعاء الانتهاكات التي تفتعلها الميليشيات الحوثية وتسييسها لصالحها ولصالح عناصرها، ما جعل منه قطاعا شبه متعطل نتيجة لتوقف أكثر من نصفه عن العمل. أعلن نادي المعلمين في صنعاء أنه سيدخل في إضراب كامل وشامل ابتداء من اليوم، متهما ميليشيات الحوثي بمصادرة ونهب رواتب المعلمين للعام الثامن على التوالي. وأكد النادي في بيان أن ميليشيات الحوثي تجاهلت طلبات التربويين وخيبت آمالهم بحلول كاذبة، وأنها عادت لعادتها القديمة بالاستخفاف بالتربويين والتربويات بصورة مكشوفة. ودعا البيان كل الكيانات النقابية ونقابات المحامين والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني للتضامن مع النادي حتى تحقيق مطالبه. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل. تحذيرات للمواطنين في عدن بعدم ارتياد البحر. حياكم الله من جديد. أقامت إدارة اللجان المجتمعية بمديرية المكلا حفلا تراثيا ضمن مهرجان البلدة السياحي لهذا العام، وشهد الحفل رقصات فنية تراثية حضرمية، كما شمل بازارا لمنتجات الأسر في بعض أحياء المديرية. وتم استعراض الجانب التراثي والأزياء الحضرمية والمطبخ الحضرمي، بالإضافة إلى التعريف بعادات وتقاليد المجتمع الحضرمي. نظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر خلال موسم الرياح، أطلقت مصلحة خفر السواحل في العاصمة عدن تحذيرات للمواطنين بعدم ارتياد البحر بشكل مخالف للتحذيرات بعدم ممارسة السباحة خلال موسم الرياح. ورغم حدوث حوادث غرق، يستمر معظم المواطنين بارتياد البحر والتوغل في السباحة. احنا في إدارة خفر السواحل اليمنية ننصح مرتادين السواحل لغرض السباحة والتنزه بالاجتناب عن السباحة وعدم نزول البحر في الأشهر التالية اللي هي 7 و8 و9، لأنها تكثر فيها الرياح والأمواج وتتكون هناك دوامات تشكل خطر كبير وتعتبر كمغارات تسحب أي مرتاد للبحر، أي مرتادين للبحر أو قاصديها للتنزه. التحذيرات شددت على تجنب السباحة خلال الشهر الجاري حتى سبتمبر القادم، خاصة في الشواطئ المفتوحة وبعد الغروب، لانعدام الرؤية وما تشكله من خطورة على الأرواح. الثلاثة الأشهر طبعاً السباحة لأنه في أمواج، في رياح، في تملك. بعدين ما ممنوع فيها السباحة، حتى نحن الصيادين نفوسنا ما نخرج البحر ولا نصطاد ولا تملك، لأنه أمواج قوية، أمواج طبعاً أنتم قدهم شايفين كيف البحر، فيها ناس تموت، يروح ناس كثير كل سنة بهذه الأشهر. أنصح الناس إنه ما حد يسبح بهذه الأشهر، بالثلاث الأشهر هذه إنها فيها أمواج، فيها خطورة، فيها سحب، يسحب الموج تحب يعني. خطر حقيقي قد يحصد الكثير من الأرواح نظرا لارتفاع الأمواج وسوء الأحوال الجوية الذي يجعل السواحل محفوفة بالكثير من المخاطر. رغم التحذيرات المتوالية التي تطلق من قبل جهات الاختصاص خلال موسم الرياح، إلا أن المواطنين ما زالوا يرتادون البحر دون الالتزام بإرشادات السلامة، ما ينذر بارتفاع أعداد الغرقى في العاصمة عدن. فاتن اسكندر لقناة الغد المشرق عدن. والآن مشاهدينا جولة لأهم الأخبار الرياضية.
أعلن نادي مارسيليا الفرنسي ضم المهاجم الجابوني أوباميانغ إلى صفوفه قادما من تشيلسي الإنجليزي. وخاض أوباميانغ العديد من التجارب الأوروبية أبرزها مع سانت إتيان الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني وأرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسبانية. نهاية النشرة مشاهدينا، تذكير بأبرز العناوين. القبض على المتهمين بقتل منسق مكتب برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي في تعز. اللواء عيدروس الزبيدي يشدد على سرعة توفير حلول عاجلة لانتشال وضع كهرباء العاصمة عدن. مستشفيات صنعاء في انهيار شبه كامل وتفشي الحميات نتيجة منع ميليشيات الحوثي للقاحات.